كريم، ازيك يا محمد يا زكي؟ تعمل يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ازيك وازاي الاسره وازاي كل حبايبك والله تمام واصحابك؟ الحمد لله. بقول لك دلوقتي مركز الدراسات الاشتراكيه عامل لك تكريم يوم الجمعه ان شاء الله، وهم عايزينك هيكرموك ويمنحوك شهاده تقدير. هم عاملين تكريم للمعتقلين وعايزينك يعني توصل رسالة للناس اللي هتكون حاضرة، ويعني التكريم ده، فتحب تقول ايه؟ أنا أقول تحياتي لكل الناس الشرفاء والعمال وكل الأحرار في العالم وفي مصر بالذات، بلدنا ووطننا، وأقول لهم اصمدوا وإحنا على العهد وإحنا ضد الفساد، حدنا نحرر بلدنا من الطغاة المستبدين، فإن شاء الله ربنا يوفقنا، وإنتوا اصمدوا وأنا كويس الحمد لله، وما تشغلوش بالكم بينا، ده إحنا لازم ندفع الضريبة دي أقل ضريبة. إن في ناس دفعت ثمن غالي من أرواحها ومن أجل الوطن، ناس استشهدت وناس أصيبت وناس ما زالت في السجون، كل ده من أجل الوطن، فأنتوا إن شاء الله اصبروا واصمدوا وكونوا يد واحدة ضد الفسد وضد الطغاة وضد إيه حكم العسكر، اسكت حكم العسكر. طيب أنا بشكرك، وإن شاء الله الكلمة دي تتذاع في المؤتمر، وإن شاء الله تبقى كويس، وإن شاء الله نبقى على تواصل دايما. مع شكرا السلامة يا محمد، مع لكم. السلامة.